خيرت نقرا اونليني في الدار وقت ما نحب واسهل لي، وديجا عم كامل ما قريتش حتى ايت كملت عام كامل بتاعكي. بون يقول لك عام تروازيام، دونك عام صعيب شوي بريس، بويسك هو العام اللي قبل الباك، وانا من قبل عندي في مخي تاكي ونصحوني بها برشا من قبل، دونك حبيت من تروازيام، يعني كاين العام هي اللي قبل الباك، دونك حبيت نكون حاضر للباك وحبيت نجرب قبل بعام شوف تمشي معاي القراية اونلاين شوف لا، دونك جربت تاكي والحمد لله. دونك كيما من الاول للاخر، دونك من الصيف يبدا بكا لي فورماسيون في لي لونغ انفو، يحاولوا يعالجوا كالي لاكون نتاع قبل، وتاخذ فكره بون يعطيك البوس باش تبدا التروازيام، وانت وحتى من حتى كي قبل كي نقربوا الاول زاد نبدا بلي ماتير برينسيبال، يعني كي تدخل للتروازيام عندك فكره شنو مش تقرا شنو مش تحضر، ميم حتى تاخذ كلي كونفيونس. خيرت نقرا اونليني في الدار وقت ما نحب واسهل لي، وديجا عام كامل ما قريتش حتى ايت كملت عام كامل بتاعكي. تحاول تخدم ريغوليرمون بون خاطر اجور الحقيقه صعيبه جربتها، اما تحاول تعطي لكل حاجه حقها مش اكثر من حقها، مي تعطيها حقها وتحاول ما تضيعش لي ماتير حتى الماتير سكوندير، وبتبقى تعلم الماتير برينسيبال هذاك متصور اجور، يعني مش تحاول تخدم فيهم الماكسيموم. نتصور الاستعمال يعني المكثف تليفون، خاطر بوسك نستعمل برشا تليفون، حتى القراية متاعي بالتليفون أما نستعمل في برشا حاجات، شتت لي برشا الحقيقة التركيز، برغم نقرا أما كلي ضيع لي وقت، نحاول مش نحب نقص من التليفون، أما وميم طون زاد القراية بالتليفون، القراية كلها يعني فيرتويال وإي ليرنينغ وكل. نتصور خاصة حصص المات سي عماد، خاطر الحقيقة ما كنتش نحضر ديما في اللي لايف، خاطر كنت نروح مثلا من ليسي ستة ولا وقتاش، ساعات ما نخلطش دونك لايفوات، أما ديما نرجع للونجسترومون والكل، أما بيسك يعني رجعت لهم الكل حتى من بعد، كأحسن يعني لي مومون اللي تعدوا، دونك نتصور نعرف تصور فيزيك مثلا ولا مات. حكم عام نول على بكري عاوني برشا الحقيقه، كيكا يعني حبيت نكون سنين نكمل في عرض من الاول للاخر، ديجا برشا نصفوني بي، وديجا عندي فكره خاطر بويسك نفس الكونسيبت كيما على بكري نفس العروض، يعني عندي فكره على شنو، حتى كي بدينا تو في اللي فورماسيون هذوما، دونك حاضر عارف شنو مش شن نعمل شنو. توجه بالشكر دونك للوالدي على السوتيان، وديما الحقيقه نطلب يلبولي ما خير حتى اعتراف. بعد كان استقي الستاف الكل اداريين واساتذه على المجهودات الكبيره ديال الكل.